أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوب تهي مع السند كسود وادا ورك في النمي أعلن سيدة ميديا وفي النمي سبديا خطبة حساسية اي ناسو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية سعيد داني أول لوغو هنجبي إن حلك لغا قاد يو هدي وسكو شرحو مدحتيني مدى صوماليا خرح لغو دي لياسكري كتير سان عيدان كأميسوم حلبان عويل حسن داد او كتير سان بارلوان كبودلان ايا شيغي إن اي حلك كقاد يان مدح وين داني هدي وسكو سو شرحو حلك مدحتيني مدى صوماليا حلبان عويل داد وحا او شيغي إن او دستور كبودلان ديغا يو إن مدح وينها او سان قوان كرين حلك لأ وحو شيغي إن لو باهن يهي إن مدح وينه اس عسلو هدي او بحيو هدي مدحوينه إساغو آنس عسلين أوتاغو وحي خاس بيسا إن بارلوانكا إن تو فريستو أو حلكا كاقادو سيدا أو قابو قضبكا سيديتان إلا باد دستوركا فرقاد ديسا كوباد أيو يري حلبانكا حلبان داد وحيو مدحوين الدالي كويديي حلقو دشالا آن سدح دي صنايا لصور دافي إيو كتو مشال دستوركا وحيو هذا الكيسا كوداري إن مدن ياشا بارلوانكا أو أود شرعية دا كحل يا دستوركا إن أي مدحوينا حلكا كاقادان سيلو بدبادي بودلان سيدا أو هذا الكوديي سيكستوهاتان مدحوينها بودلان أيالا فيليا إنو اسكو سو شرحو مدحوينها صوماليا وحي نخون إيسا ماركي لبادو اسكو سو شرحو حلك أغو سرية قرنك صوماليا داني أيا كميد أهامو شرحين تي أترتمي حلك مدحوينها صوماليا سندكي لبكم تماني تضبدي تا أو كسو بحيدو هاني محمد عبدالله فرماجو داني أيا كو هري وريقي كوباد وحا أو نهلي طوان إيا تضبعود سيدان لو ملاين كرا حدا او يهي مدحوين اوود ليس لمركاسين عددك اوغو بادان اي بار لبانك او اسيق سو سارتي وحا هوبال احي بقول كيبا كنتان انو عددك هلي دونو اسلمركاسين هدي او غلو كالين تلبات وحا معقول احي ان عدد كيسا او هل قف اوغو شبو وحا انا معقول احي نيكو اوغو شبو ان او مدحتي نمدا قرنكا ستوس او هانتو دينا عكلا فافاهينا ديراد ايا وحا لغي هلي يا قسارها كدشي خرح عيدما كترسان كوا امي صوما لغولا ايبتاي خيبا كمي دهي قبل كشبيلا ده دحقار اهان دولايت كدقم ده بلعاد خرح او اهامينو ايا وحو هليلي غاري تاو اه او اي لسعودين اسكر كترسان عيدما ده بروندي وحانا كدشي قساري سوغو جرا دمشي داوا كدب خرح عيدما ده ايا سميه هولغالا كوبان بلس مجرتو عيد اي اصو قبتين ويرر كاسي خرح اه لالا بيكسدي دينا عكلا كوحدة الشباب بايا شيغة مسؤولية دا ويرر كاني وحينا شاعسي ان اي كود دي شي اوغو يران لح اسكري كونا داو عدي سدح كلا سيدو كلا الشباب بايا شيغة ان اسكر تا جيريو تاي او كود جيرو سرقال سري او كاتر سن عيدان كا امي صوم سيدا اي هادا كود ديكتاي ولي مجر تاوحدة لاي او كسو بحي تلسك قود عيدا مدا امي صوم او كو ادن قرا حاسي اي الشباب شاعسي ان اي اسكر بدن اوغو دي شي انتا بدن حوغقا الشباب ايا ويرر نبقل اهي كو قادا عيدا مدا دولد اي ايا كو امي صوم اي كهول غلا صوماليا حليا دا اي اساقا كالاقو شيان قبلا دا دلكا سيكستبها اهاتي مرر بدن اي جدقو يا حوغن او ديجين عيدا مدا امي صوم دينا عكلا دلاجي وين اي عبد الرحمن دير او اه قعان تميدك اي فهد ياسين ايا كرسيجي سوين ايا سياسيغا عبد الرحمن دير او اه قعان يراها لطاليها امنيغا قرنكا فهد ياسين حاج داهر ايا ويي كرسيغا حلبان نمو اي بيشيسا كاسا او ترسيغي سو يهي حبو قلباتاني افر اسلاماركاسين ايا لكس مايو عبد الرحمن دير او كرسيغاني كفديي لبي اي طوان كيسانو اي لصو دافاي ايا سميي اسكو ديو اي دادال حوغان سيدب لوغو دورتو بلسا اما سورة غالين وحانا كاد كاري إساقا إيو كوحدة فهد ياسين هقاميا أحمد مدوبي نين كان أو إساقا أو حلبان أها كشاقين نيي سرقال كتير سنسا أيا سيدو كلا إسكو ديي إنو كورسيغا كسو وريجيو ديگان دورشادا كسمايو بلسا وحا كسو هرجيستي بيشيسا أو كوغان سيرتي دمعيسا أه إن لو ويعيو مغالا كلا دورشادا كورسيغا هبقو لباتاني أفر أيا وحا لغو ودا إن لقبتو مارين تا إسنين تا أه ee soo socota waxaana loo xiray musharax lagu magacaabo Maxamed Nadiif kaasi oo Cabdiraxmaan Dheere uga horeeyay kursiga wuxuuna ahaa xilibaan 2004 ilaa 2012 xilibaan Nadiif oo haatan qaatay shahaadada musharaxnimada ayaa sidoo kale ka mid ah siyaasiyiinta caanka ah ee ka soo jeeda deegaanada Jubbaland wuxuuna mar isku soo taagay xilka madaxweynaha Soomaaliya walow aanan la ogeyn kooxda uu haatan ka tirsan yahay dhanka kale gudiga Siid ee Jubbaland ayaa shaaciyay gudiga soo xulayay kuraasta kala ah hobqol 24 29 iyada oo gabi ahaan batartanka laga reebay Cabdiraxmaan Dheere xataa ma batagi karo magaalada Kismaayo si kastaba gacan yaraha Fahad Yaasin ayaa arintani u eersaday
kaalintii si ku aadaneed dagaalkii ay fila Soomaaliya la gashay Jubbaland kadib dib u doorashadii Ahmed Madobe arintan ay jab xoogan ayay ku tahay dilaaga qosla Fahad Yasiin Haaji Daahir rag badan oo saaxiib u leeyahay ayaa kuraasta xilibaanimada waayay eeminka ninka gacantiisa midig ah ee howlaha u fuliya ayaa waxa uu weynayaa kursigiisa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xilibaan mahad salaad oo soo bandhigay arin uu farmaajo go'aansaday isla markaasina weerar xoogan ku qaaday madaxweynihii hore dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo xilibaan mahad maxamed salaad oo ka qaybgalay munaasabad lagu soo dhaweynayay xilibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene oo dib loo soo doortay ayaa weerar afka ay ku qaaday dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo mahad salaad ayaa sheegay in farmaajo uusan meelna uga socon fila soomaaliya isagoo ballan qaaday in wax dabaaldeg ahi aysan samayn doonin ilaa inta ay fila soomaaliya ka soo saarayaan dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo sida uu hadalku dhigay waxaa fila soomaali noo dhex fadhiya nin leh haddaan meesha soo galay meelna ugama socdo haddii aan ka baxaane soo ma galeen faraha ha layga qaado taasna ka yeeli mayno ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad farmaajo weerar ayuu ku qaaday waxa uu sheegay in markii ay farmaajo ka saaraan madaxtooyada ay dabaaldegi doonaan oo hadda aysan dhigan doonin wax xaflado ahay sidoo kale mahad salaad ayaa sheegay in xildhibaanadii fadhiga baarlamaanka laga mamnuucay ay ku jireen isaga iyo beene beene markii muddo kororsigii fashilmay loo sameynayay nidaamka dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo balse hadda ay ku soo wada laabteen baarlamaanka oo mar kale dib loo soo doortay madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabi xuseen ayuu sidoo kale mahad salaad uga mahad celiyey in xildhibaanadii muhiimka ahaa ee uu mar kale fursad siiyey in baarlamaanka ay dib ugu soo laabtaan oo lasoo doortay si kastaba ha ahaatee xildhibaan mahad salaad iyo rag badan oo mucaarad ku ahaa dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku soo laabtay baarlamaanka federaalka soomaaliya farmaajo ayaa aaminsan haddii fila soomaaliya uu ka baxo in uu gebi ahaanba adduunka uu sii joogi doonin waxa uu iminka doonayaa in uu mar kale ku soo laabto haddii uu waayana soomaaliya oo idil ay gubato dhinaca kale xildhibaanad si indhala'aan ahay u taageeri jirtay dhowaane farmaajo oo lagu bahdilay garoonka diyaaradaha aadan cadde xildhibaan luul cabdi aadan oo si weyn u taageeri jirtay dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa lagu celiyey garoonka muqdisho aadan cadde xilli ay ka dhoofi rabtay magaalada muqdisho luul oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada muqdisho ayaa sheegtay in laba maalin laga celinayay garoonka diyaaradaha muqdisho markii dambena loogu handaday inaysan u dhoofi karin kismaayo oo ay deegaan doorashadoodu tahay labadan beri eraboorka ayaan taagnaa waa ka bixi waayay mar la igu dhaho diyaaradaha waa buuxaan oo lagu maqaadayo iyo mar sas laygu rido maanta ay dadka reerkayga ahay soo waceen oo idhaheen shirqool ayaa kuu diyaar ahi ee magaalada ma imaan kartid ayaa laygu yidhi ee iska joog meeshaada luul ayaa ku fadhisa kursiga hob 133 oo ay rabtay inay mar kale isku taagto wuxuuna ka mid yahay kuraas doorashadooda uu shaaciyay guddiga siir Jubbaland in magaalada Kismaayo lagu qaban doono maalinta Isniinta ahi waxay ku eedeysay in kursigaani uu boobay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe uuna si gaar ah ugu xidhay shaqsi uu wato Saciidani oo ah madaxweynaha Puntland oo la fahamsan yahay inuu ku jiro damaca kursiga ugu sarreeya ee dalka kursigaani waxaa loo xiray nin uu wato Saciidani oo aan ahayn beesheena waxaa nasiib darro ahay in xadgudubkooda uu soconayo kursiga waxaa iska leh dumar oo waa qoondada haweenka Soomaaliyeed haddana sida lagu heshiiyey beesha iska leh 3 kursi inay keenaan hal dumar ahi ugu dambeyntiina waxay baaq u dirtay ra'iisul wasaaraha maxkamadda sare iyo guddiga Siid iyo Fiid si ay wax ugu qabtaan cabashada ay ka qabto kursiga ay ku fadhiso oo ay sheegtay in laga wareejiyey qoondadii haweenka luul ayaa si weyn loogu xasuustaa inay si aan qarsooneyn u taageeri jirtay 2 sano ee muddo kororsiga aheyd ee uu samaystay dhowaane farmaajo sidoo kalena si weyn u weerartay xildhibaanada mucaaradka ahi oo qaarkood ay xatooyo ku eedeysay iyadoo saxaafadda la hadlaysa si kastaba ha ahaatee maanta iyada ayaa cilla jirta halka xildhibaanadii mucaaradka ahaa ee caan jirtay ay gebi ahaanba soo laabteen iyadana waxay taagan tahay xataa waaba lee ongolaan waayay in aan garoonka diyaaradaha aadan cadda ka duulo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka